The serial object. Any vowel of accommodation? Any vowel of accommodation? Eructo. لا 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 مش نصنا جاي مش عامل الواجب واضح ان نصنا جاي مش مذاكر وكمان عايزين نتكلم دكتور انت مش عايز تحس فاضيه اه في امتحان باشا باشا خلاص يا امتحان انا قلتهم كلهم هروب وانا خليهم الثلاثه عشان كله يذاكر انا موافق على الاقتراح ده يعني بقى اوف اكومديشن انا مش سامع انا ما بوصلكيش انت من الاسبوع ده لا انا ما بوصلكيش هم قد ايه انا قلت ايه والبول اوف اكومديشن لو تزود عشان خاطر يوصل ل ده الكلام ده تريف سوريا ان شاء الله فانا بس سوريا بحكي لهم الحكايه دي قاضي احمد اظهر دكتور ايه بقول لكم دي ايه يا احمد بقول لكم دي اه اقفل الكتاب يا عيني افكر في كتب الواقع هاي يا احمد difference in the fact bowel between resting the eye and the during maximal accommodation ايه البس بايوبيا ايوه ايوه انا ما ادور ايه يا صالح البس بايوبيا بايكل ديكريز ذا باور اوف اكومديشن اند ايجينج ايوه ايه البوينت ولا مش ولا انا اسمعش عايز اجاوب حاجه ايه وقف ايه انا مش عايز كلام لهال هيز بوينت ذات كان بي سين هيد وذ ماكسيمال اكومديشن ايه يا محمد ايه الفول بوينت؟ ايه الفول بوينت؟ فارست بوينت كان بي سين كده بكاتب بدوت اكوموديشن بعض الناس قالت لي طب ما انت بعد كده بترجع تقول على العيان بتاع المايوبيا ان انت هو بيعمل او الهايبرميتروبيا انه اوريدي بيعمل اكوموديشن وبتقول ان الفول بوينت اصبحت غلط المفروض ان الفول بوينت في الفسيولوجيكال فارست بوينت كان بي سين كلير وبس تمام ولو حطيت وين لاوت اكوموديشن مش هتفرق لان هو كده كده المفروض ما يعملش اكوموديشن هو الخلاف على العيانين اللي عندهم هايبر بتول امال ايه خدوا على الريسبونس ايه الريسبونس مايوز ايه فايده الكونفرجنس امال ايه فايده الميوزس نزود حاجه مش عارفينها اسمها الديبس اوف فوكس اللي ما عملش الراجل بيقف بقى خليك بس حاجه ليه مصر اتغلبت امبارح؟ عشان مش منظمين هو ده السبب ده اللي خلينا نغلب ده اللي خلينا عمرنا ما نكسب لعيبة مش قادرة تكسب طب يبقى بص الحلوة بتاعك عارف السيد عمرك ما هتكسب والباك ليفت في صالون الحيل لا اوفي عمرك ما هتطلع اوفي يا عم الكورة الصراحة بيضربنا شوقي غريب ما فيش امل ليه؟ ان المصري بطبعه اخر حاجة ممكن يعملها انه يتعب اخر حاجه ممكن يعملها في الويك اند انه يقعد يكتب الواجب اخر حاجه ممكن يعملها انه يقعد يذاكر عايز يقعد على الفيسبوك عايز يقعد تلعب
وتخرج وتفرح وهي وبتاع. وبعدين في الاخر مصر تكسب بمناسبة ايه يعني؟ عمر ما الالمان لو عندهم محافظة ودكتور مديهم هوم وورك وبيسألهم ما هيقف هذا الحشد. عشان كده عمر ما المنتخب الالماني بيتغلب ويتفضح الفضيحة اللي احنا فضحناها. يلعب ماتشين على ارضنا يتغلب. ماتش التالت بقى اتغلبنا والرابع بقى نتغلب. البطولة دي مش فارقة اصلا. انتوا السبب. والله انتوا السبب. كلنا مسؤولين. ابو احمد زكي في رئيس اعضاء الحكومة ما قال كلنا مجرمون لا اساس منكم احدا. كلنا مجرمين. الناس الاولى عندها ضمير كانت عملت الواجب هي دي بس وواخدينها معانا في الاثنين برضه. انا مش عايز اشوف المنظر ده تاني لو سمحت. عظم اول المكرمين انا. ليه؟ لان لما سالم جه يقول لي على اللينس فورمولا وانا قعدت اقول له مش مهمه وبتاع بعدين روحت والله كان شاغل بالي برضه. اكتشفت ان الموضوع بتاع اللينس فورمولا ده احنا قايلين اصلا اللينس فورمولا بتقول ايه؟ واحد على فوكا اللينس يساوي واحد على الاوبجكت ديستانس زائد واحد على الايمج ديستانس. يعني لو انا افترضت معاكم ان في عدسه قوتها التجميعيه 2 تمام؟ يعني بتجمع الاشعه سوري قوتها التجميعيه النص درجه يبقى الفوكال بوينت بتاعتها قد ايه؟ 2 يبقى واحد على 2. يعني ايه فوكال بوينت؟ الكلام ده احنا قايلينه اصلا. فوكال بوينت هي الـ point of reflection of parallel rays. واحمد كان بيحاول يقنعني بس عشان انا مصري زيكم بالظبط فما اهتمتش بالموضوع ده خالص. يا عم دي لينس فورمولا انا مالي ما بتوع الفيزياء يحلوها. لان الفوكال بوينت دايما ثابته. الفوكال بوينت ما بتتغيرش بتغير الصوره لان الفوكال بوينت معناها الـ point of reflection of parallel rays. اذا الفوكال بوينت بتاعت العدسه دي دايما 2 متر يبقى واحد على 2. لو الاوبجكت دوت جاي من الانفينيتي فيبقى واحد على انفينيتي يبقى صفر زائد واحد هتلاقي الصوره بتتجمع على بعد الاثنين واحد على 2 فيطلع ان النص يساوي نص. اه طبعا لو الاوبجكت دوت يا عم حازم قرب شويه دخل لي هنا البوينت اصبحت هنا على بعد 4 متر هل الفوكال بوينت بتتغير؟ لا طبعا الفوكال بوينت مش هتتغير. الفوكال بوينت هي نقطه تجميع البلد لايت زي ما هي هتفضل ثابته هنا. طب يبقى واحد على 2 يساوي المسافه الجديده اللي هي 4 متر. واحد على 4 تلاقي ان اللايت ريز اوتوماتيك لازم تتجمع ورا لان اللايت ريز اصبحت دايفرجنت فاوتوماتيك اللايت ريز ديت هتتجمع على المسافه 1 على 4. يعني بدل ما كانت بتتجمع على مسافه 2 متر اصبحت بتتجمع على مسافه 4 متر لان اللايت ريز اصبحت دايفرجنت. مفيش مشكله في اللينس فولت. المشكله كانت عندي انا ان انا مش مهتم. انا شايف ان دي فيزيك مع ان انا لما اعرف قبلها الفوكال بوينت وعمال اقول اقول ايه الفوكال بوينت بوينت اوف ريفلكشن اوف باير لايت ريز. وبعدين لما يجي مسلم هو كمان مش فاهم وبيقول اي كلام. طب ازاي الايمج تتغير وانا مش مهتم ان اجاوب؟ ليه؟ احنا كلنا مصريين. عشان كده كان لازم نتغلب. لازم نقف. لازم نقف. مصر مش تتغلب تاني. دكتور في امل نكسب. انا لو مصر مش هتتغلب تاني. المنظر ده مش هيتكرر تاني. خلاص؟ لو اتغلب تاني حل الواجب بقى. طيب انا مش ده.
ماشي بقى. او دي الخير بقى. لا صاروا معهم لهم تحت ستوكسيتي والواد بتاع واستهام والواد بتاع معرفش ايه. طب ما احنا عندنا نجم النجوم محمد صلاح لعيب تشيلسي العظيم شفت له كوره الدكتور هما بيلعبوا له من سنين ويعملوا حاجه يا عم يعني بص بص صلاح بص الفرق الصحه والله العظيم يعني قاعد مثلا ايه في عز المهزله دي في كام كوره كده تلعبه يوروا لك الفرق. العيال بتوع السنغال بيزوط الكوره من جنب اللعيب بتاعنا ويلف من وراه يجري ياخدها واللعيب بتاعنا لسه بيعزل. استنى واحده عم ايه والله لو قلت ايه ما في حاجه هتحصل. مدرب بيخلف والله بيرفع اللقطه البدنيه قبلها بيوم. اه هي دي حاجه ده النهارده عندنا موضوع من المواضيع سهل قوي اسمه الايرس. الحقيقه ان الايرس على الرغم من انه على الرغم من انه واحد من المواضيع سهل قوي لان واحد من المواضيع المهمه جدا يعني ايه؟ كل المواضيع بقول عليها كده؟ شهادة لا صح صح شهادة لا ما قالش قال عليك من الابريت. انا قلت لك ان الاكومديشن بيجي ديتا؟ لا ما قلتش الاكومديشن ممكن يجي ديتا بيجي عامل تمام؟ او امسك لا عادي عادي انا ضربت خلاص يعني. انما الايرس الايرس من المواضيع اللي بيجي فيها اسئله الريتنج كتير. والحقيقه ان انت لو لقيت سؤال السبيشال سنس جاي لك في الايرس سيب الكرسي وانزل سبوت شوكس واطلع تاني. لان عندنا في سبيشال سنس فيما بعد مواضيع تانيه للريتن اصعب بكتير من الايرس تمام؟ فالايرس يعتبر سؤال مهدى الى الاخوه ومارك سلامات. ليه الايرس موضوع سهل؟ لان ببساطه كده يا حبايبي لو انا حبيت افكرك بان دي السكريرا ودي الكورنيا كمل العين يعني ما جاتش على والولد دوت لا لا مش عايز يا باهي الولد دوت قريب اللي متعلق في السيريا الماضي فبينزل هنا كده الايرس طبعا اللينس متعلق في السسبنس والليجمنت بتاعتي وجوه هنا انا عندي ده بس مجيبة خلاص المفروض ان الناس ملمة بيها انا شايف بس اللينز مؤقتا وهرجع احطها لك تاني بعد شوية. الايرس فين؟ الايرس هي الجزء الاحمر اللي قدامك والايرس ديت حضرتك تعرف من زمان ان الفتحة السوداء اللي جواها دي اسمها بيبل. الكلام ده انت عارفه من سنة اولى. اذا الايرس هي عبارة عن طبقة بيجمنتد ملونة بتلاقي لها لون معين وسوداء وده بني وده ازرق وده اخضر الحاجات الحلوة دي تمام؟ جوه بقى طبعا الملونه دي بره وراها في عضلتين بيحيطا بالبيوبل. اصل الفتحه ديت يا عم احمد اسمها البيوبل. اكيد حضرتك ما ينفعش تطلع من سنه تانيه لو جبت اي حاجه في الدنيا وحطيت عليها سهم وقلت عليها بيوبل لان البيوبل لا وجود لها. البيوبل عباره عن فتحه اصلا فتحه في السنتر بتاع الايرس. واضح ان العضلتين بتوعي اللي جوه الايرس بيتحكموا في الديامتر اوف ذا بيوبل. بيتحكموا في ايه؟ في الديامتر بتاع البيوبل. خليني افكرك يا فريده بالعضلتين. كان عندي عضله زمان اسمها كونستريكتور بيوبيلي والعضله الثانيه كان اسمها دايليتور بيوبيلي. والناس اللي كان عندها حته ضمير صغيره مش كبيره يا يوسف اصلا فاكرين ان الكوليسترول الجوبيل ديت كانت بتاعه السمباثاتيك اسف بتاعه البارا سمباثاتيك انما الدايليتور الجوبيل كانت بتاعه السمباثاتيك. وبديهي يعني ان الكوليسترول الجوبيل لما بتشتغل بتعمل كونستراكشن في البيوبل هي المسؤوله عن حاجه اسمها مايوزس. اسمها ايه؟ مايوزس. والدايليت البيوبيلي اللي كان بيشغلها لك البارا سمباثيك من اوائل الكلمات اللي كنت تعبان قوي في حفظها زمان كانت كلمه متريزس. اذا الايرس
البيجمنت الابيثيليوم موجود جواه عضلتين. العضلتين دول يا سالم بيعملوا ايه؟ بيتحكموا في الدايمتر اوف ذا بيوبت. في واحده بتعمل كونستريكشن وتعمل لك مايوزس. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كونستريكتور بيوبيلي. اسمها ايه؟ بعضله المايوزس اسمها عضلة المايوزس اسمها انما عضلة الميدلييزس اسمها هو في حد مش عارف الكلام ده؟ لا لا بجد والله. ايوه يعني وحضرتك عارف ان الدايليتور بيوبيلي بيتحكم فيها السمباثاتيك بينما الكونستريكتور بيوبيلي بيتحكم فيها البارا سمباثاتيك. وخليني احازم اقلقك فيك سرا ان الكونستريكتور بيوبيلي اقوى شويه من الدايليتور بيوبيلي. عشان كده البيوبل في الحاله الطبيعيه خالص مايلد كونستريكتد. كونستريكتد شويه كده ليه؟ لان التون في الكونستريكتد اقوى من التون في الدايليت. معلش قال انا مضطر بس ارجع بيك لسنه اولى وافكرك بالسمباثاتيك والبارا سمباثاتيك عشان انت ممكن تتسال في الكلام ده في الام سي كيو في اي حاجه كنت بتعلق على ثلاث كلمات اوريجين طالع منين ريلي او الجانجليا اللي هقف فيها فين وبعدين الفانكشن. والفانكشن انا كتبتها لك فوق خلاص. حد فاكر البارا سمباثيك اللي كان رايح للعين كان انه كرينيو نيرف التالت ثيرد كرينيو نيرف كان اسمه اوكيولوموتر حيتان بقى نيورو اناتومي. اوعى بقى بيطلع من نيوكلاس اسمها ادنجل فيستفال او ادنجل فيستفال زي ما تحب تقولها قولها المهم تكتبها. يقف في جانجليون اسمها سيليري. الناحيه الثانيه حد فاكر السمباثيك بتاع الهيدم دينيك كله كان بيطلع منين؟ الناس اللي عندها ضمير فاكره كان بيطلع من تي 1 و2 السمباثيك كله في دوك رامبل بتاع الهيدم دينيك بيطلع من تي 1 و2 بيقف في السلسله اللي اسمها بارا فيرتبرال تشين وتحديدا في السيرفايكال جانجليا. انا بقول الكلام بسرعه لان المفروض الكلام ده حضرتك عارفه. حد مش عارف الكلام ده على البورد؟ مش عارفه يعني. يبقى جوه العايزس فيه عضلتين. عضله مسؤوله عن المايوزس اسمها ما انا بقى لنا كتير ما تقابلناش ده هم يوم الثلاث ايام خميس جمعه سبت. عضله مسؤوله عن المايوزس اسمها بيتحكم فيها الجهاز العصبي ال سمباثيك. والاوريجن بتاعك بيبقى انو كرينيال نيرف الثيرد اللي اسمه بيطلع من نيوكلس اسمها وسامة بيقف في جنجي اسمها سيليري جنجي. انما العضله الثانيه اللي بتعمل ميدليز اسمها ايه؟ بيطلع الاوريجن بتاع السمباثيك تحديدا بتاع الهيدن دريك منين؟ وبيقف في جنجليا اسمها سيرفايكال جنجليا في البارا في التبدا السمباثيك تشين. مين التون بتاعها اقوى تقول لي؟ الكونستريكتور بيوبي. كويس. فده بياخدنا مع بعض لايه بقى الحاجات اللي ممكن تعمل ميدليزس وايه الحاجات اللي ممكن تعمل مايوسس. بس قبل ما اقول لك ده خليني بس افكرك بتجربه ثانيه. الناس اللي حضر سيكشن سبيشال سنس عارفين اللايت فليكس. انت شايف اللايت فليكس؟ شفت الزملاء وهم جايين لك بالطرش بيعملوا الدايت فيقوم يحصل ايه في الاي؟ بيحصل مايوزس او بيوبيلو كونستريكشن. يا سالم اللايت فليكس عباره عن ايه؟ طالما قلنا لايت كتبنا جنبها ريفليكس يبقى تقول لي ايه الاستيمولس بتاعتك وايه الريسبونس؟ الاستيمولس لايت الاستيمولس ان انت تحط اللايت على العين. والريسبونس بايلاترال بيوبيلو كونستركشن يعني بايلاترال مايوزس اللي هو ايه؟ حضرتك هتعمل الكلام ده في العمل. دي تجربه من التجارب المهمه البسيطه قوي يا اسلام. هتخش تلاقي الطرش مع الدكتور يقول لك اعمل يا ابني لايت ريفليكس تقوم تحط ايدك انت كده او تخلي العيان بتاعك يحط ايده على قدام عينيه هنا كده تقوم جاي انت وعامل لايت على وان اي يحصل ايه؟ مايوزس في الاي دي وفي الاي التاني. اذا اللايت ريفليكس عباره عن ايه؟ ستيمولس
light responds bilateral meiosis. Is one saying? طب السؤال هنا بقى يا فدوى ماشي انا هعدي لك ان اللايت يعمل بيوبيلو كونستريكشن هنا انما ازاي بيعمل بيوبيلو كونستريكشن الناحيه الثانيه كمان هتعرفي ساعتها ان نفس العين هقول عليها دايركت لايت ريفلكس انما العين الثانيه بنقول عليها اندايركت او كونسنشوال يعني ايه كونسنشوال يعني اللايت ريفلكس التابع يا هاجر انا عملت اللايت على انه عين عين اليمين حصل فيها مايوزس ده دايركت ولا اندايركت دايركت طب العين الثانيه حصل فيها مايوزس ولا لا حصل فيها هل ده دايركت لا ده اندايركت او اسمه ثاني يا محمد الكونسنشوال لايت ريفلكس اللايت ريفلكس التابع لان اللايت كان على العين الثانيه ليه ده حصل هتعرفوا بعد كده في النيرفوس باثواي ان شاء الله ان في ديكاسيشن في حته اسمها الاوبتيك كيازما هناخد بعد كده النيرفوس باثواي وهنعرف ان الاعصاب بتاعت العين ديت بتاعت الريتنا اليمين والريتنا الشمال بيحصل ما بينهم من بعض تقاطع في منطقه اسمها الاوبتيك كيازما اذا بعض الفايبرز اللي جايه من هنا بتروح لانه بذين الشمال بعض الفايبرز اللي جايه من العين الشمال بتروح لانه بذين اليمين فاول حاجه باي لاترال ديكاسيشن الحاجه الثانيه يا حازم ان النيوكليس اللي اسمها ايدينجال وستفال بتاخد من ما نفس المنطقه اللي اسمها بلي تكتل على ناحيتين اسمعي الثاني كده يا فرح المركز بتاعي منطقه في الميد برين اسمها بلي تكتل اسمها ايه البلي تكتل دي بتدي للاثنين ايدينجال وستفال وبالتالي لما حضرتك تحط اللايت على عين اليمين الاشارات هتوصل للبريتكتال اريا الناحيه اليمين بس البريتكتال اريا الناحيه اليمين بتدي انه ايدين جال واستفال الاثنين فالاثنين يعملوا بيوبيلو كونستراكشن طب حطيت اللايت على الناحيه الشمال وصل البريتكتال للناحيه الشمال هتدي انه ايدين جال واستفال الاثنين فالاثنين هيحصل فيهم مايوسيس تمام اذا اللايت اوف ليبس يا اسلام اول حاجه فيه الاستيمولس عباره عن ابلكيشن اوف ذا لايت تو وان اي الريزلت ايه bilateral meiosis الريزلت ايه؟ bilateral meiosis حد يقدر يتوقع ايه الافرنت؟ الاوبتيك طبعا هو مين اللي هياخد الضوء دوت ويمشي بيه؟ قال لك الاوبتيك طب مين الريسبتورز؟ تقول لي الفوتو ريسبتورز بقى بتوع الضوء اللي في الريتنا انا عايز حد ذكي يقول لي الافرنت مين؟ طبعا عندنا يعني علشان سالم طب بص انا يعني انا اعتبر ان انا مجنون وخنان يعني الفيشل جاي ليه اصلا في كده يعني هو جيب بالك فيشل فقلت فيشل يعني يعني لو حد جيب باله انه ايه هايبو جلوس هايبو جلوس الافلنت طبعا هو الثيرد كرينيال نيرف اللي بيشغل عنه عضله طبعا العضله اللي لسه قدامك على البولد الناحيه الثانيه الكونستريكتور بيوبيل لايت ريفلكس من الحاجات السهله قوي ومن الحاجات المهمه قوي كويس تعالى كده تاني نفكر لايت ريفلكس عباره عن ايه ستيمولس لايت على انه اي وان اي الريسبونس ايه الريسبونس ايه؟ سامع على نفس العين يبقى اسمه وعلى العين الثانيه يبقى الريسبتورز بتاعي مين؟ فوتو ريسبتورز والافلنت اوبتيك نيرف والسنتر ريتكتال نيوكليس في الميد برين والافلنت ثيرد كرينيال نيرف والايفكتور اوف خلاص
الايرس عباره عن بيجمنت ابيثيليوم جواه عضلتين اللي بتعمل مايوزس اسمها اللي بتعمل ميدزيز اسمها وجوه الايرس بيحصل حدث مهم اسمه لايت ريفلكس الاستيمولس بتاعته والريسبونس بتاعته سوري الاستيمولس الاستيمولس لايت وان اون الاستيمولس لايت وان اون الريسبونس الريسبتورز الافلنت النيوكليوس سوري سنترال ريتكتال نيوكليوس الافلنت ثيرد اوبينيون اللي هو الافكتور العضله والريسبتور بيبيلي والريسبونس تاني على نفس العين يبقى اسمه العين الثانيه يبقى اسمه او كونسنسوس اسمه تاني اتابع يا ابني كويس حد يقدر دلوقتي عشان اللي هقول الناس اللي عندها ضمير ان وجد وما قل ما وجد هم اللي هيقولوا لي ايه اللي يخلي واحد يحصل له ميوزس واحد المايت صح تخيلوا المثال كويس حد تاني يقول لي حاجه ها برافو عليك النيل ريسبونس ان انا نص اللايت ونعمل المايت الفرد تاني اي حاجه تشغل البايا سمباثيتك زي وحضرتك نايم مثلا طب حد يقدر يتوقع حاجه تانيه ان السمباثيتك يتضرب حد فاكر حاله عمك هولنر فاكرينه غير هولنر توزس مايوزس هايدروزس ومعاهم باظ وغيرتيش اول واحده كانت توزس الجفن بيقع تاني واحده مايوزس تمام كويس باول اربع اسباب ايه؟ واحد اثنين ثلاثة زيادة البايا أربعة تكريس في السيمباثيتك زي هورمون سندروم خمسة دراجز وستنا مراحل معينة من الأنافيزيا التخدير أدوية زي إيه اللي بتعمل لك مايوزس؟ حد يقدر يتوقع اي ادويه بتشغل البار مجموعه بار سمباثو مايميتكس طب حد يقدر يتوقع حاجه ثانيه اي دواء بيقلل السمباثاتيك سمباثو ليتك وفي بقى دوايين جداد اقول لك انا عليهم الهيستامين لما بيطلع بيعمل مايوزس والمورفين بمشتقاته حد فاكر الاوبيويدز فاكرين كنا بنقول عليها انها بتعمل انالجيزيا لكن بعضهم كمان بيعمل الاسبيراتوري ديبريشن ده اللي بيموت العيان والبعض الاخر بيعمل مايوزس حد يقول لي بقى اللي بيعملوا لايت يبقى ضال نيل يبقى زيادة البالة تبقى ديكريز البالة نقص السمباثاتيك يبقى زيادة السمباثاتيك فايت اند فايت بتحارب بتتخانق او خايف زوجز اكيد هعكس كل دول تمام اقول لك حاجة بتقلل البالة حاجه بتزود السمباثاتيك وعكس المورفين حد فاكر الكوكين وكنت بقول لك ساعتها لما تبقى قاعد في الاستقبال ويجي لك عيان واخد جرعه مخدره وقاعد ما انتش عارف تديله انو انتي دوت بص على البيوبل بتاعه لو لقيت العيان عامل مايوزس يبقى واخد مورفين وعيلته لو لقيت عنده ميدزيزس يبقى واخد كوكايين وعيلته تمام طب فاضل الانستيزيا بقى طلع لك الانستيزيا هنا كده علشان انا عارف ان كتير من البنات بالذات صبيان يحبوا يشتغلوا تخدير شغلانه ظريفه لطيفه كنت بتعمل ايه؟ بتشتري لك سرنجتين وثلاث اربع انبولات كده بتوع الواد بتخدر
طبعا التخدير في مفهومه انا ليه واحد صاحبي يقول لي احمد في مصر ده اصلا مش تخدير ليه؟ لان التخدير محترم اوضه عمليات محترمه واجهزه وارتفيشال سبايليشن وبامب شكر يعني حاجات بقى تنسك الاكسجين في مصر بتقول التخدير حاجه ثانيه خالص شنطه صغيره جدا كده فيها سلنجتين وثلاث امبولات وتلاقي واحد صاحبك بيتصل بيك نهايه النسبه يقول لك ايه؟ الحقني انا عندي دلوقتي حالا سيزيريا تمام؟ فاضل حضرتك واخد الشنطه سيزيريا ده اللي هو قيصريه واخد الشنطه هو احنا هنشتغل هنا؟ تقول لك اه بس تعالى بس الدنيا هنا تمام التمام تقول لي طب والتعقيم ده احنا هنفتح وبتاع وهنطلع عيب يقول لك بس ما تخافش ربنا بيستر انا عملتها كتير تبص حواليك ما تلاقيش اي حاجه هم وماله ركب الكاميرا وتديله الحقنتين وربنا الستار يعني المهم يعني ما علينا ده للاسف ده التخدير في كتير قوي من المناطق في مصر خارج القاهره بالذات يعني لكن الصوت ثانيه اه هو صايم تطلع المهم طب انا بشتغل تحت السلم بعيش اي حاجه غير ربنا ربنا ثم السرنجتين والامبولين اللي معايا اعمل ايه مع العيان خلوني اقول لكم ان التخدير بيمر باربع مراحل العيان بتاعك اول ما تبدا تنيمه هيخش الاول في مرحله من الميوزس الفيرست ميوزس وبعدين يخش في ميدريزس وبعدين يرجع تاني ميوزس وبعدين يرجع تاني ميدريزس طبعا ده ميوزس او نورمال سايز يعني لسه العيان بيتخضى لسه بادئ ينام انا عايز ذكاء والمعي تفتكروا انا هشتغل في اول مرحله من الاربع ستيجز دول الثالثة اشمعنى الثالثة؟ قال لك لأن الأول واضح إن أنا لسه في الأول خالص، العيان ممكن يحس أصلاً بالعملية. تاني مرحلة الميدريزس معناها إن اللي شغال مين؟ سمباثيتك، يبقى لسه الضغط هيبقى عالي والمبض عالي وبتاع. اتقل بس شوية. تقوم داخل بقى تالت مرحلة هي دي السيرجيكال ستيج. دي المرحلة اللي إحنا هنعمل فيها العملية. تمام؟ إيه؟ كده خلاص التخدير تمكن منه والبارا سمباثيتك رجع يشتغل. ما تسيبوش وتمشي. كل شويه لو سمحت بص على البيوبل بتاعك. ولو لقيته قلب ميدريزس تاني قلته. لا يا فندم دي مرحله رابعه. لان ده معناه ان ادويه التخدير بدات تخضر البلين ستيم نفسه. فيري ديب اناثيزي. فتبص تلاقي نفسك لما تيجي تعمل له الكورنيا ريفلكس او اللايت ريفلكس تلاقيهم هم كمان مش موجودين. العيان ده انت من قوه التخدير اللي انت عامله له بدات توقفي حتى الاعصاب بتاعت البرين ستيم واعصاب البرين ستيم مهمه نسبيا لان فيها السنترز بتاعت الريسبيريشن والكارديو فاسكولار فدول لما يتخضلوا هيموت. دي اسمها دينجرس ستيج. لو العيان بتاعك دخل المرحله الرابعه لازم فورا توقف الانفيزيا وطبعا هتتعلم بعد كده تبدا تعمل ايه معاه. بس على مستوى انا احنا لسه في سنه ثانيه فانا عايز افكر حضرتك ان العيان اكوردنج تو انستيزيا ستيجز بيمر باربع مراحل. اول مرحله عباره عن مايوزس او نورمال سايز بيول وبعدين يخش ميدريزس وبعدين مايوزس وبعدين مدريزيز. مين فيهم السيرجيكال ستيج المرحله الثالثه اللي فيها مايوزس بيقوم الدينجرس ستيج المرحله الرابعه لان ده معناه ان الدبث في انستيزيا زاد. ارجع تاني اقول مع حضرتك ان الحاجات اللي بتعمل لي مايوزس كم حاجه؟ سته. كم حاجه؟ سته. واحد اثنين واحد اثنين ثلاثه زياده الباراسمباثيتك ثلاثه ثلاثة أربعة ديكريز في السمباثاتيك زي مرض اسمه مرض سندروم خمسة دراجز زي بيرتامبول أو قلل السمباثاتيك أو الهستامين أو المورفين ستة أنو ستيجز في الأنستيزيا تقول لي ستيج التالتة معايا الحاجات اللي بتعمل ميدريزس واحد وقفوا تاني كنتوا بتبقوا عاملين كده في الحصص الثانية؟ والله انتوا جايين منين دلوقتي؟ عباس؟ اناتومي وبعديها هيستولوجي وبعد فيسيولوجي وبعدين بقى امتحان بقى وبعد كده عندنا سكشن. سيبكم انت رحتي ليه الامتحان؟ مفيش امتحان اه مفيش اناتومي وبعدين هيستولوجي. ف
في الاناتومي في مدحت كنت عاملين كده مع انا عارف مدحت وهاب يعني من الناس اللي بتقعد بقى ايه وتزعق و لا بهزروا ده والدكتور ايه انا ما بهزرش يعني مش كده يعني مشكلتكم معايا انا ما بهزرش لو اقول لكم نكته يعني لو قلت نكته هتصحوا ايه الاضطهاد ده كلكم تقعدوا مع عبد الرحمن اقعد يا مش هقصر يا عبد الرحمن معلش يا دكتور معلش مش ممكن لو كنت بدل عشان تاني يا دكتور عادي عادي طبعا براحتي طب اتفضل معاه معلش يا ابني اربعة في الاخر اربعة شايبة أربعة سنة عشان القعدة حلوة والله لا والله معلم إسلام وحيد رجالة يسطا شايب حليب حلمة ميزة أي حاجة يعني شيشة يلا عشان فاضي مش عايزة تتغيب في سكشن أستولوجي تاني دكتور احنا قلنا ده الوقت الحاجات اللي بتعمل متريزس واحد ستة مراحل الأنستيزيا أنا مرحلتين سكن والفولت وما بنساش أبدا إن الفولت ستيج ديت اسمها كل الكلام اللي أنا قلته ده كلام سهل قوي بس مش هو ده أصلا المهم مش هو دوت في الأغلب اللي هيجي لحضرتك أبدا ريت هنيجي يعني نقول لك إيه اللي بيعمل مايوزس وإيه اللي بيعمل ميتريزس ده تتجاوبه مسألة وأنت نايم في بيتك أقعد يا أبو أنت خليك بقى نعم عايز أمال إيه السؤال اللي ريتك؟ سؤال الريتن بيجي functions of diets بيجي ايه؟ functions of diets ايه بقى وظيفة الريتن بتاعتي؟ وده كلام مهم والله هي فريق فيه راس يا وحش لا 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 مش هتبقى تبتدين بس يا باي انا ما بهزرش في حاجات معانا مش مقبوله هذاك هتقول لي functions of virus أول حاجة بتعملها virus إنها بتستركت light passage to view يعني بتمنع إن الضوء يعدي في أي حاجة تانية إلا عبر الفتحة اللي اسمها view أو دي محلول إنها بيجمنت بيثيليوم وبالتالي هي بتعوق حلقة الضوء فالضوء أصبح ما قداموش إلا طريق واحد يعدي منه اللي هو مين؟ سهل تاني وظيفة إنها بتريجوليت السايز أوف يوبل اللهم طوليك يا روح يعني هاجي أنت بتقول إن هي جاية علشان خاطر ما تعديش الضوء إلا عبر البيوبل وبعدين تاني وظيفة انها بتنظم السايز اوف ذا يوبل يعني ممكن من 1.5 ملم during maximum meiosis اوصلك الى 8 ملم during maximum meiosis انما انا اصلا يا حازم لغاية دلوقتي مش فاهم انا استفدت ايه يعني
اتعدلش الضوء اللي عامله بيوم ماشي بتتحكم في السايز اوف ذا بيوم اوكي انا اكسبت ايه بقى من هو ده كله ده دايمت ده دايمت بتاع اليوم اصغر حاجه 1.5 مللي حاجه صغيره جدا الى 8 مللي ده اعتبر كبير جدا بالنسبه لي صح يا احمد صح ايه بقى فايده ده قال لك فايده ده اول حاجه انه بيزود الدبث فوكس ايه بقى ايوه سمعت البتاع ده حد فاكر احنا سمعناه فين ايوه في النيوز سبونس كنا بنقول ان الميوزس فايدته انه يزود الدبث فوق ايوه ايه هو بقى الدبث فوكس قال لك الدبث فوكس ده ديستانس ات ويتش ذا اوبجكت كان بي موفد اند سين كليرلي وذاوت اكوموديشن ركز تسمع جملة طويلة كده وغريبة يا تقوى بدل ما تبقى كده تسمعيها تاني وانت بتقسم ايه هو الدبث فوكس ديستانس ات ويتش ذا اوبجكت كان بي موفد ممكن احرك الاوبجكت فيها المفروض ان انا لما اجي اقرب الاوبجكت منك عازم عشان تشوف تعمل ايه لا ديبث فوكس بقى ديستانس ات ويتش ذا اوبجكت كان بي موفد اند سين كليرلي وذاوت اكوموديشن تاني معلش كده هو الديبث فوكس ديستانس ات ويتش ذا اوبجكت كان بي موفد اند سين كليرلي وذاوت اكوموديشن يعني ايه يعني يا صاحبي قال لك لو دي اللينس بتاعتي وده الاوبجكت عند البوينت دي ودي ذاتنا فالاوبجكت دوت كان بعيد كانت اللايت رينج بقى المهم انا قربته شويه عملت درجه من درجات الاكوموديشن فاللايت رينج بتاعتي دلوقتي معديه كده وده داخل طبعا ما بيحصلوش ريفلكشن وادي ده وادي ده ابدا اجمع فيقعوا يتجمعوا كده صح عشان تشوف النقطه دي بتجمع اللايت سيز بحيث انها طاحن انت مشكلتك ايه يا عم احمد ان الاوبجكت دوت لو جه يتحرك للبوينت دي هتصبح اللايت سيز مور دايفرجنت صح هتبقى اللايت سيز بتاعتك عامله كده ده مكمل زي ما هو اعمل كده اعمل كده فعشان ترجع تجمعهم هتاخد قوه اعلى فتوصل لهنا صح فحضرتك المفروض تعمل ايه؟ المفروض تعمل اكوموديشن، المفروض تزود الريفراكتيف باور. بصي بقى الايرس لما تعمل لك بيوبيلو كونستركشن هتعمل ايه؟ بصي يا صادق هتنقطع اللايت ريز اللي فوق دي. يا الازرق احسن. اصبح انه اشعه اللي معديه؟ الثلاثه اللي في النص بس. بص كده يا حبيبي معايا على مسار الأشعة ده وده وده هما مش متجمعين عند نقطة بس قريبين قوي من بعض يعني أنا ممكن أستغنى عن الأكوموديشن اسمع تاني عشان تفهم إيه هو الدبث فوكس الدبث فوكس هو مسافة أنا حركت فيها الأوبجكت بتاعي كان المفروض لو فضلت اللايت ريز نفسها معدية كنت هتشوف الخمسة دول شايف النقطة بقت كام نقطة؟ لا يا عم دي كده بايظة خالص مش هشوفها. عندك حل من اتنين يا عم سامي. يا تعمل لي اكوموديشن يا اما انك تقطع اللايت ريز البعيدة عن بعض خالص دي. تمام؟ فانا هضيق البيبل. ما هو انا اتنين ريسبونس بعمل ايه؟ بزود المايوزس علشان ازود الدبث فوكس. يعني ايه بقى؟ يعني اقطع اللايت ريز البعيدة. فعديت القريبين. يقول لك اللايت ريز اللي معدية always in focus والقريبين منهم برضه almost always in focus يعني ايه almost always in focus يا يوسف؟ يعني تلاقيهم ماشيين برضه قريبين قوي من الاشعه الضوئيه اللي عدت في النودل بوينت فلما حضرتك تبص على لايت ريز هتلاقيهم بقوا محكومين بالتلات نقط دول هي الصوره مش هتبقى very hard بس واضحه تاني انا قربت اخلص الحصه بتاعتي انا فاضل لي الوظيفه ديت ودي الاسخف الوظيفه الرابعه سهله ايه ده مثلا لما انت يبقى في ضوء كتير بتقعد تعمل بعينيك كده فعلا انت بتحاول تبعدي الاشعه الضوئيه اللي هي جايه لك دايفرجنت قوي دي مش عايزاها
تمام؟ فدي انت بتعمليها بعينيكي وجوه البيوم نفسه بيحصل حاجه اسمها مايوس. اسمع تاني كده معايا يا اسلام، اذا انت تقعدوا تتكلموا ولا كده تمام؟ تقعدوا عادي؟ اقعدوا في الحديد. اسلام مش مختلف، مش عاجبه، مش عاجبه. ايه هو الدرس الفوكس تاني؟ اسمع سالم. Distance at which the object can be moved and seen clearly without accommodation. عملتها ازاي هو مش عليك، بس انا بقطع اللايت رايز البعيدة عن بعض اللي هي the most divergent rays، وبخلي بس اللايت رايز اللي معدية في center of the lens ودول كده كده يبقوا غالبا in focus. تمام؟ هتقولي ما احنا بنعمل بالفيجن بنعمل اكوموديشن ليه بقى ان شاء الله؟ هقول لك لا يا هاجر، انا لو علقت الاوبجكت قوي كده كل لايت ريز هتبقى دايفرجن، مش هينفع تعتمدي على مايوس. عشان كده في النيل ريسبونس ما كانش عندك اكوموديشن بس، كان في كام حاجه؟ ثلاثه. واحد اكوموديشن، اثنين مايوزس، ثلاثه دايفرجن. اذا المايوزس والاكوموديشن الاثنين بيكملوا على بعض. تاني فانكشنز اوف ذا ايريس، واحد واحد اثنين 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 ثلاثة increase depth focus، ثلاثة اللي هو ايه depth focus؟ اللي هو distance at which the object can be moved and seen clearly without accommodation. ايه هو depth focus؟ Distance at which an object can be moved and seen clearly without accommodation. كويس. طب تعالى بقى للوظيفة الرابعة، ودي وظيفة جميلة. سهلة جدا. Prevent aberrations. بتمنع بعض الانحرافات البصرية. عندك كم نوع من الابريشنز؟ قول انا عندي نوعين. نوع اسمه spherical. النوع الثاني اسمه كروماتيك. خلينا في السبيريكال ابريشن اول. خليني اقول لك مفاجاه يا عم اسلام، اقعدوا ركزوا وطلبوا كلام. ان العدسه بتاعتنا على الرغم من ان احنا قلنا انها يونيفورم في كل البلينز، الا ان الكيرفيتشر بتاعها في البريفري اعلى. اسمع كده تاني يا عم احمد. اللينس بتاعتنا عامله كده، البريفري بتاعها الكيرفيتشر بتاعه اعلى من الباقي شويه. كويس؟ لا مش كويس يعني. ليه؟ قال لك عشان لو اللايت ريز ديت جايه لي من بارل مثلا عشان تبقى سهله، ودي الريتنا، فاللايت ريز العاديه هتتجمع فين؟ الريتنا. لكن اللايت ريز اللي هتعدي في البريفري لانه مور كونفكس هتتجمع فين؟ ما قبلتك، لأن كل ما الكيرفيتشر يزيد كل ما قوتك التجميعية بتزيد. إذا حضرتك الصورة هتبان مهزوزة. ده اسمه إيه؟ سفيريكال ابريشن. عندك سفيريكال ابريشن يا عم سالم؟ لا. لا ليه؟ الأيريس بتمنع عبور الوايت ريز في البريفري. ايه مشكلة الوايت ريز اللي هتعدي في البريفري يا فريدة؟ تقولي لي انها هتمر بمور كونفكستي، فهيحصل لها ريفراكشن اكتر فتتجمع قدام الريتنا فالصورة تبوظ. بيحصل ده يا باسل؟ ما بيحصلش. ليه؟ لان الايريس بتمنع اللايت ريز من العبور في البريفري. دكتور هو النورمال ان اللينس بريفري بتاعتها اكتر ايه؟ اه ده طبيعي. الشكل بتاعك يونيفورم اول ثرو ما عدا في الاجزاء البريفري دي بتبقى مور كونفكستي. طب البيلو دايليتيشن خليني اجي اشوف الايه؟ البيلو دايليتيشن. عمر ما البيلو دايليتيشن ما يفتح خالص مصطفى. تمام؟ كويس. طب ايه بقى الكروماتيك؟ سفيريكال يعني انحرافات دورانيه بسبب المور كونفكسي اوف ذا بريفري. امال الكروماتيك انحرافات لونيه. يعني ايه بقى؟ بص كده ادي عامل لينس وادي زيتن. بص كده للبريفري شبه البريزم. حد فاكر المنشور الثلاثي؟ فاكر دكتور منشور الثلاثي اللي هو كان بيبقى عامل كده ده؟ تدخل الضوء من هنا ابيض يقوم طالع لك مش عارف ايه سبع الوان ده؟ فاكر بتاع ده؟ الله معنى كلامي ايه يا احمد؟
معنى كلامي ان الاشعه الضوئيه اللي جايه دول هيتجمعوا على الريتنا عادي، انما اللي هيعدي في البريفري هيحصل له ايه؟ هيتفك سبع الوان، وده كمان يتفك سبع الوان. فلو حضرتك بتبص على البورد البيضه دي هتلاقي الحته دي بيضه، انما اللي فوق ده قوس قزح واللي تحت قوس قزح، يعني الاشعه الضوئيه هتبدا تبقى ريفلكتد. مش بس كده، ده كمان الفايولت هيقع قدام والريد هيقع وراه، فتبدا كمان الصوره ما تبقاش مهزوزه. انت شايف قوس قزح يا عم يوسف؟ لا ما انت شايف ليه؟ علشان الفايروس قطع اللايت ريزن. تمام؟ فانكشنز اوف الفايروس سؤال في منتهى 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 الاهميه، وسؤال سهل جدا. يعني بغض النظر عن ان بعض الناس هتستصعب فهم الديبت فوكس، بعض الناس هتستغلس السفيريكال اندوكروماتيك ابيليشنز، الا ان في الاخر يعني ضربة جمل فانكشنز اوف ذا ايرس ما فهمش فصال واحد واحد اثنين فانكشنز اوف ذا ايرس واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة بريفنت إيه؟ أبليشنز اللي هم سفيريكال أند ديبلوماتيك، يبقى بريفنت سفيريكال أند ديبلوماتيك أبليشنز. طب معلش عشان أحمد رزق يمكن ضميره يصحى يعني ياخد باله إن أنا بتكلم ويرضى يقول معانا، معلش فانكشنز أوف ذا أيرس واحد اثنين ثلاثة أربعة صعب الفانكشنز والايرس الايه؟ يعني ايه؟ بص الاثنين دول على فكرة انت لو بتفكر لو بتفكر الاثنين دول مبنيين على الاثنين تمام؟ انت بتمنع عبور الضوء الا عبر البيوب وبتنظم حجم البيوب، بناء على كده بتزود الدبث فوكس وبتمنع السبيكال اند. شكلكم محبط يعني انام بالليل الاقي مصر غايب في السنغال اصحى الصبح اجي الاقي بعدين عندي ايوه يعني حتى احمد رزق نموذج التفاؤل اللي هو فاهم او مش فاهم عارف او مش عارف دايما سعيد وعامل لي كده النهارده جاي اعمل كده ليه يا احمد عز؟ لخبطتني يعني سبت ايه صمت؟ طب صمت طول الوقت عارف اعمل كده؟ انت عامل كده ابتسم ايه يعني مصر طلعت من كاس الامم ده؟ لسه في ياما كان مرتين ولسه ياما على الاخر انت فاكر هنشوف خير يا ابني؟ في هو لسه في ياما للاسف والله عمل ايه؟ كسبنا؟ لا يعني زي كلام سواء خالص الفايروس ايه؟ هيبقى الافكتد مود اه تمام؟ هو خد بالك يا احمد احنا قلنا قبل كده ان هو مش بينزل قدام الريتنا بيقف، هي كده كده الصوره تبان مهزوزه بس هو هيكمل برضه شويه هيوصل للريتنا، بس النقطه اللي جايه كانت نقطه بيضاء واصبحت بالنسبه لك قوس قزح مهزوز. بس هتبان هلوز اه هلوز فيها قوس قزح كده ايوه صح هما الاثنين ايه الدبث فوكس؟ ايه الدبث فوكس؟ يعني ايه الدبث فوكس؟ يعني قال لك يعني في مسافة أنا المفروض أنا أقرب الأوبجيكت عشان اللايت لا 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 مش عايز كلام اللايت ريز هتبقى كلها مول دايفرجنت خصوصا اللي بعاد تمام؟ اللي هم أكثر ناس بيحكوا كويس؟ أنا عندي حل حاول الحل الاولاني اني كده كده بعمل اكوموديشن، لكن لو المسافات صغيره انا ممكن استغنى اني اعمل اكوموديشن باني اقطع اللايت ريز البعيد اللي هم فيري مول دايفرجن اللي هم مش بعيد دول تمام؟ خد بالك هم دول لو انا ما عملتش اكوموديشن هيوصلوا للريتنا في نقط متباعده كده. طب انا دلوقتي دول خمس اشعه ضوئيه بتاع النص ده ما بيحصلوش ريتراكشن اصلا، البعاد دول اكتر حاجه دايفرجنت واكتر حاجه بعيده هيك تمام؟ الاثنين القريبين
ما يزالوا قريبين من اللايت اللي في السنتر. تمام؟ هو مش معنى كلامي ان الصوره هتبقى فيري شارب، عشان تبقى فيري شارب لازم تشوفيها بوينت. هي مش بوينت، بس هي ثلاثة بوينتس قريبين من بعض. تمام؟ فهتفضل الصوره كلير. تمام؟ طب لو انا ما كنتش عملت بقى الميوزس كانوا دول كمان دخلوا، لو اصبحت اللايت ريز بتاعتك الخط ده كله كده ما تبقاش واضح. يبقى فايده الايرس انها لما تعمل مايوز بتقطع اللايت ريز المتباعده قوي، علشان خاطر دول لما يتجمعوا هيبقوا بعيد قوي، فانا همشي هطيرهم دول. فاصبحت اللايت ريز بتاعت النقطه متجمعه في نقطه كبيره شويه. اذا هي واضحه بس مش فيري شارب. تمام؟ الميوزس او الايرس بتساعدني في زياده الدبث فوكس اللي هو ديستانس ات ويتش ذا اوبجكت كان بي موف اند سين. يلا ايه؟ الحال اجي يلا نمشي يلا يلا تيجي ايه؟ يلا استنى جاي معايا انت قاعد ولا ايه؟ انا ما ذكرتش حاجة، عايز اذكر مش